في فقرة مرحبا يسعدنا أن نرحب بالدكتورة مريم الحساوي استشاري نفسي ودكتورة بالإرشاد النفسي. مرحبا دكتورة وحياك الله معنا. يا هلا مرحبا فيكم، حياك الله. مساك الله بالخير دكتورة. بداية، شنو اللي يدفع الناس إلى تفضيل شراء عبر الأونلاين؟ هلا حبيبتي، مثل ما سمعنا مساء في آراء المستهلكين، مثل ما قالوا بالضبط في قطع ساعات ما نحصلها إلا أونلاين، وفي تفاوض بالأسعار، اختلافات بالأسعار ممكن تفيدنا إذا إحنا اتجهنا إلى الأونلاين، وفي ناس كلش ما عندها ثقافة الأونلاين، الأونلاين شوبينج يعني، فما جربت ولا تبي تجرب نهائياً. لكن في البعض الآخر يمكن الرأي الثاني من اللقاء توا قالت إنه يعني إسراف استهلاك، يعني ما فيه سيطرة، وبالفعل هني تكمن المشكلة. كل شيء ممكن يكون له أضرار إيجابية وسلبية. الأضرار الإيجابية سرعة الإنجاز، العروض التجارية، طبيعة المستهلك الهادي اللي ما يحب يروح السوق ويروح يتعنى بالمشاوير. كذلك بعد عندك ان السلعه معروضه لك من اكثر من شركه ومن اكثر من موقع، فانت قاعده تتنوعين وانت بمكانك. اما الراي الثاني انه هو مجرد ضغوط نفسيه قاعده تاثر عليه، قاعده تخليه يدخل على الموقع يشري 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 بدون وعي، وهذا يسمونه شراء لا ارادي بدون الحاجه له. وساعات بعضهم بعد ممكن ياخذه انه هو يعني طبيعته ما يحب يطلع، يفضل أنه يكون قاعد في البيت غير اجتماعي، فهو يتسوق يشعر وكأنه يخالط الناس بصورة أو بأخرى، فيرضي طبعا يرضي العزلة الاجتماعية اللي هو يشعر فيها، ممكن يكون كذي. دكتورة مريم أبرايت، شنو السبب اللي يؤدي إلى شعور بالمتعة والسعادة لما نشتري أونلاين؟ هو مثل ما سمعنا ويعني واللي نعرفه أنه مو الكل يشعر بالمتعة والسعادة بعد الشراء. انقسموا الناس وانقسمت الآراء إلى نوعين. النوع الأول بالفعل أنجز، استمتع، أنهى حاجاته الأساسية اليومية، عنده شعور بالمتعة والسعادة. أما النوع الثاني غير راضي لأنه أسرف، وأنه هو كان يشعر بالسعادة أثناء عملية الشراء، ما من انتهت عملية الشراء شعر بالحزن وفقد المتعة ولم يصل إلى السعادة. هذا نوع من الشراء اللي هو يكون فيه هوس شرائي دون حاجة. أما النوع الأول اللي أنجز، هذا يكون قاعد يقضي الحاجات الشرائية اليومية بصورة منتظمة. دكتورة، الحين أنت قلتي أن في ناس عادية تشتري من أونلاين بشكل طبيعي وفي هوس، لكن في إدمان على التسوق أونلاين، ممكن نعرف شنو هو إدمان التسوق أونلاين؟ بالضبط مثل ما ميزنا من آراء المستهلكين في الحوار السابق، أن في إدمان التسوق هو فرط الشراء من أجل الهروب أو إزاحة مشكلة ما. وليش أنا أبي أزيح هذه المشكلة؟ لأني أنا غير مستعدة لمواجهة مخاوفي ولا مستعدة إلى حل هذه المشكلة، فألجأ إلى هذا اللي يسمونها الحيل الدفاعية عشان أقدر أن أنا أبتعد، أهمش، أبعد مشاكلي مثلا اليومية، النفسية، الاجتماعية، المهنية، أيا كان نوع المشكلة، بس أنا ما أقدر أواجهها. الهروب يكون بالتسوق أونلاين والفرط في الشراء. طبعا مو كلنا عندنا هالشيء طبعا صحيح الأغلبية نقول. دكتورة مريم، سؤالي لك، بعرف شنو هي أنواع وأشكال التسوق عند بعض المستهلكين وشنو الفرق بينهم راح يكون؟ والله صدقين هي نعمة الأونلاين، أنا من رأيي أنه هو نعمة ووفر علينا ومتعنا وشفنا وايد فروقات، لكن الفرق هو العادات الشرائية. عندنا عادات شرائية عادية يومية سنوية، وعندنا هوس الشراء. نوعين عندنا، النوع الأول هو الرغبة، عنده وعي ويشتغل على يعني بشكل إرادي مو بلا إرادي، فهو لديه رغبة في اقتناء الأشياء بحسب حاجته، مو شيء زايد عن حاجته وليس بالإجبار، لكن بحكم العادة، هي صورة نمطية يفعلها الشخص
بشكل إرادي عشان يخلص مهامه اليومية. يعني أما هوس التسوق أو إدمان الشراء، يسمونه أكثر من اسم إدمان التسوق، هوس التسوق هو اضطراب لا محالة، يعني ما فيها مجاملة، هو اضطراب الشراء المرضي، هو أحد الاضطرابات النفسية السلوكية اللي تدفع صاحبه إلى دائرة من التوتر والقلق النفسي والعصبي. متى؟ قبل الشراء، حتى يقوم بعملية الشراء. أول ما يدخل أثناء عملية الشراء يبدأ عنده حالة من الارتياح النفسي، رغم أنه دون حاجة لهذا الشيء اللي قاعد يشتري، فيبدأ يشعر بالندم حال انتهاء عملية الشراء، بس شخط البطاقة وطير الفلوس يبدأ عنده الندم، هني يحس بشنو؟ بحجم مشكلة الشراء بشكل هذا. يعني الحين احنا نقدر نقول ان هذا النوع من التسوق اصبح الحين هو نوع من انواع الترفيه، يعني مو طلع من الضروريات صار ترفيه، لازم اشتري استانس ترفيه. شوفي مفهوم الترفيه مفهوم نسبي يختلف من شخص لآخر. أنا بالنسبة لي الإنجاز ادخار وقتي، ادخار مالي، أخلص مهامي الرئيسية، وكثير مثلي طبعا، هذا بالنسبة لي قمة الترفيه، قمة السعادة والترفيه. شخص آخر يقول لك ملل، نضيع وقت، على الأقل شوية نتونس نشوف أشياء جديدة. هني شنو بالنسبة له الترفيه؟ اهدار الوقت، ملل، غير ما عنده مثلا وعي بالماديات اللي قاعد يصرفها، فهني يختلف الترفيه. ولا تنسين ان الترفيه حاجة وضرورة، كلنا نحتاج ان احنا نرفه عن انفسنا. لا تنسين ضغوط الحياة كثيرة، مو غلط ولا عيب ان انا استمتع، لكن بوعي وبإدراك وبضرورة وحاجة، ما أزيد شيء يزيد عن حد انقلب ضده. صحيح دكتورة، قبل شوي ذكرتي عن هوس الشراء أونلاين، ولكن هل تعتقدين هو تخفيف وهمي علشان ضغوط وأزمة كورونا بالوضع الحالي اللي احنا فيه؟ والله صدقين أزمة كورونا كان التسوق أونلاين فيها ضرورة وحاجة، والجهات المسؤولة عن الالتزام والنظم والقوانين أكدت أن إحنا لازم نضل في البيت، وأن إحنا نقضي حاجتنا من خلال الأونلاين ومن خلال الدليفري والشغلات هذه. فهو أبداً ما له علاقة بهوس التسوق ولا إدمان التسوق، وقتها كان حاجة وضرورة ماسة. لكن بعد كذي احنا لازم نميز ان مو كل انسان يشتري ويقضي حاجته هو لديه اضطراب. الاضطراب شيء مختلف، له تاريخ مرضي، يعني مو وليد اللحظه ولا امس واليوم ولا ان بالازمه. ابدا لازم نميز ان اللي حصل لنا بالازمه هذا ضروره وحاجه، وما زاد عن ذلك فاكيد اكيد له تاريخ مرضي قديم، يعني من الصغر هو عند السلوك الادماني. دكتورة قلتي أنك مو كل واحد يشتري، يعني هو اضطراب، ولكن البعض يسأل، يعني كل رب أسرة أو زوج أو زوجة أي أحد يسأل، إذا أنا قاعد أشتري أونلاين وغيري يشتري أونلاين، شنو هي علامات الشخص المدمن للتسوق عبر الأونلاين وعنده اضطراب في هذا الموضوع؟ شلون أعرفه؟ شنو العلامات اللي ممكن أنا أستدل عليها؟ أوكي، هي سلسلة من الاضطرابات السلوكية تظهر عليه، وهذه الاضطرابات السلوكية مو بس في إدمان التسوق عبر الإنترنت، هي إدمان سلوكي، يعني كل اللي عنده العوائد السلوكية الإدمانية تلاقين عنده هذا الشيء، مثل إدمان على الألعاب الإنترنت، الإدمان على التدخين، الأشياء الأخرى، يكون عنده دائما انشغال واستحواذ فكري للتسوق في الشراء، في شراء الأشياء. يعني تلاقينا شغل الشاغل هذا الشيء، وعنده فشل وتكرار الفشل في التوقف عن التسوق، ما عنده إرادة أنه يتوقف. بعدين الفكرة عنده تجتر، اجترار الفكرة دائما يفكر فيها، ما يقدر يتوقف عن التفكير فيها. كذلك عنده إحساس بالمتعة والنشوة مثل ما قلنا أثناء التسوق، وبعده يبدأ الندم. يبدأ يظهر عليه أعراض الكذب، يؤدي به إلى الكذب. أيه. إن هو يبي يتميز عن غيره، يبي يقول إن والله أنا شريته أرخص منكم، يبي يداوي جروحه إن أنا يعني مو غلطان ولا فيني هوس ولا أنا مريض، يعني هذه الأشياء الظاهرة أكثر شيء.
دكتورة، قبل شوي ذكرت إدمان التسوق هو إدمان سلوكي على الفرد، بس نبي نعرف شنو تأثيره على العلاقات الأسرية كالبيت، الأسرة كاملة. والله يا عزيزتي الأسرة حمالة الأسية مساك يعني. اي والله يعني لما يطلع فيها شخص من هالنوع، سواء اذا كان هو رب الاسره، هذه تكون يعني شويه معضله، او يكون هو المسؤول عن الانفاق، هذه تكون فيها هم شويه اضطراب، او مثلا واحد من عيالي توه متخرج ومتوظف وماخذ معاشه، تلاقينا يبتعد عن النشاطات الاجتماعيه، ينعزل، يفضل العزله، يعني هذا كله اشياء تضر في الكيان الاسري. نفس الشيء تصبح المصلحه فرديه، هو ما يهتم بالباقين ولا يكون تكون المصلحه جماعيه، وهذه اشياء اساسيه في مبادئ الاسره الصحيه. كذلك عندك يبدا الانهيار بسبب المشاكل المالية والأزمات، يبدأ الانهيار والأمن الأسري. الأمن الأسري بحد ذاته لازم راح يتزعزع إذا أنت صار عندك تباعد اجتماعي، وصار عندك قلة في الدخل، لأن ضيع كل فلوسه أو ضيعت كل فلوسها في مشتريات هي فاقدة الشعور في ناحية شرائها. نفس الشيء أن الهروب من مواجهة المشاكل النفسية والأسرية والشخصية، هذا يزيد من حجمها، راح تتفاقم عند الشخص، وراح تأثر على الجو العام للأسرة للأسف يعني. صحيح. كل الشكر لك دكتورة مريم الحساوي على هذا اللقاء، نورتينا، وشكرا ألف مرة على مداخلتك الإعلامية معنا. مع بداية العودة التدريجية لحركة الطيران حول العالم، وتخفيف القيود على حركة التنقل واللي فرضتها ظروف التعامل مع انتشار فيروس كورونا، فعلا عبير، حتى دائما العالم يشاهد نفسه أمام حدث جديد كليا يرتبط بحركة السفر، طبعا لمتطلبات واشتراطات تضمن للمسافرين السلامة والوقاية وتوفير تجربة سفر آمنة لهم. وينشغل الكثيرين باكتشاف أبرز التغيرات اللي يمكن أنها تطرأ على تراتيب السفر خلال الأشهر المقبلة. خلونا نشاهد هذا التقرير لنتعرف أكثر على الموضوع فقرتنا.